وللمزيد حول الغضب الذي يتزايد من جراء ارتفاع سعر الدولار مقابل الدينار العراقي والتظاهرات التي خرجت في ساحة التحرير تنديدا بالفشل الاقتصادي لحكومة الكاظمي، ينضم إلينا الناشط في التظاهرات عباس فاضل عبر الهاتف من ساحة التحرير. أهلا بك سيد عباس. بداية، وحسب المعلومات الواردة، فإن هناك حالة تثبت أن المزيد من الغضب الشعبي على حكومة الكاظمي يتأجج ويتواصل. كيف تبدو الصورة عندك في ساحة التحرير بعد خروج الآلاف رفضا لتدهور سعر الدينار أمام الدولار الأمريكي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لكم قناة رافدين، وتحياتي لك خصوصا أستاذ العزيز. بالبداية احنا طبعا قلنا احنا ثوار تشرين باقين على الرغم من رفع الخيام، وعلى الرغم من القمع والاغتيالات وكل اللي دي يسووه، احنا ان شاء الله باقين ومتواصلين بثورتنا. بس احب اذكر لك نقطة أستاذ العزيز، انه كل انسان من يحب عمله يقوم يبدع به، يقوم يتفنن بعمله، ويوميا يبتكر طريقه جديده للتطور بعمله. نعم. فالحكومه والاحزاب الموجوده تحب عملها، ولكن ليس حب عملها لصالح الوطن والمواطن، وانما تحب عملها لمصالح شخصيه. من ضمن اعمال الحكومه والاحزاب الموجوده عندنا المتنفذه مهنه السرقه. يتفننون بمهنة السرقة اللي يقومون بها من خلال عملهم، يعني يوميا يطلعونهم فد شغلة جديدة ويسرقون بها، من المنافذ يسرقون، من النفط يسرقون، من التجارة، من البطاقة التموينية اللي ما شفناها لحد الآن، من 2003 لحد الان ما زادت عن ثلاث اربع مواد، ولحد وما شاء الله الان ماده او مادتين، يعني الشكر والزيت فقط من المواد اللي كنا بالسابق قبل 2003 كنا نستلم 20 ماده. فشوف السرقات اللي يسرقوها. فمن ضمن السرقات الجديده اللي بتكرهها حاليا هو رفع قيمه الدولار مقابل الدينار العراقي. يعني قيمه الدولار انت من رفعتها كل الاحزاب والحكومه بما فيها الرئاسه الثلاثه هم مشتركين بهاي الجريمه، هاي جريمه كبرى، رفع قيمه الدولار مقابل الدينار العراقي تعتبر جريمه كبرى بحق العراقيين. لان انت حاليا يعني من ارتفع الدولار وانخفض الدينار كل الاسواق قبت نار، كل الاسواق الغذائيه الصحيه من كل. على ما يبدو أننا فقدنا الاتصال بالسيد عباس فاضل. على أي حال شكرا جزيلا لك الناشط في التظاهرات السيد عباس فاضل.